لأن هاي بيها سر ما حد يعرفه، بس اللي يدرك إدراكا ذوقا يعرف سر صلاة الليل. وحتى هي سبحان الله، واحد جل الإمام علي قال له ما أقدر أصلي صلاة الليل ثقيلة علي، قال له تلك ذنوب النهار منعتك من صلاة الليل. مو مثل أي صلاة، يعني الراد واحد يضبط نهاره حتى الله يوفقه صلاة الليل، كلش عظيمة. والإنسان إذا صلى صلاة الليل ومات الله يراوي عجائب لا تخطر على باله، ما يدري هو بالدنيا يراوي عجائب، مو بس بالآخرة، بالدنيا إذا الإنسان صلى صلاة الليل بالدنيا راح يشوف العجائب، بالآخرة يشوف الله العالم. بالدنيا عظيمة ومجربة للرزق، ومجربة لقضاء الحوائج، ومجربة لغفران الذنوب، ومجربة لستر العيوب، ومجربة للمقامات.